شو؟ هرب بالغياس، هرب. عملها عملها بس 60 كلب، والله اشرب من دمه والله. العمل عمل 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 عمل. وليه وليه شو بدي اعمل فيه؟ شو يعني؟ انا دبر السرقه واطلع ايد من ورا وايد من قدام؟ لك معقول غياس يعمل فينا هيك؟ ولك انت ليش تعطيه الكيس؟ لك ما قدرت انزل من الشباك وانا حامله، امتى حشت له اياه؟ عم هرب فيه ابن ال... لك انا ما كنت اقول لك عنه انه ناس بيطلع عض. لك هاي مو عضه، هاي هاد هبش لحمنا كله. لحمنا وبس، بس وين بدي فلت مني؟ واذا هذا الشنقل ما طلع له فيه جوزة حلقه ما تكون مفيد ابو دحام. قولي قولي اذا نفرت فيه قولي. ما رح ينفض بحياة عينك، ما رح يلحق يصرف منه 1000 ليرة. تعال شو ما معك المفتاح؟ نسيته. هدول هن المصاري؟ وانت بدك يا هون؟ انا لحالي. اخ بس والله ما راح يتركوني. بكره اذا رحت برات البيت وما رجعت قولي انه قتلوني. ها وليش لا تطلع برات البيت؟ خليهم يدوروا عليك لحتى يشبعوا، كلهم الفات. لك انت كل شيء بتهونيه؟ لانه التصعيد بيقصر العمر ونحن حلنا نقب على وش الدنيا بقى. لك يا نوال يا نوال، انت بتعرفي مين هذا مفيد؟ لك هذا قتال قتلها. أعلى ما بخيله يركب. اي أعلى ما بخيله يركب. وبدك يعني نحبس البيت كله شهرين زمان لبين ما يملوا. ما راح يملوا ما راح يملوا، انا بعرف ما راح يملوا، بس انا ما بقدر احبس حالي بالشهرين بالبيت كمان. عندك حل تاني؟ هاتو. اي عندي، مسافر على شي محافظه تانية. محافظه تانية غير الشام؟ اي لا والله ما حذرت، انا مثل السمك ما بقدر اعيش غير فيها. يا نوال يا نوال احسب حالك، سجنوك شهرين ثلاثه. مو هذيك المره كنت رح تنحبس لولا لطف الله؟ اي قديش بيطلعوا هدول؟ ما بعرف ما عديتهم. انا بعدهم. مو قبل ما تساوي لي فنجان قهوه؟ ما عندنا بن خالص. شو؟ ما تذكرت الا بالليل بعد ما سكروا الدكاكين. روحي روحي جيبي لك فنجان قهوه عند جيران. روحي هلا بنصاص الليالي. ايه هلا بنصاص الليالي، انا ما بقدر بطق اذا ما بشرب قهوه. ما حلك تعرفيني يا غياس. يا حبيبي ما صرنا ساكنين غير يومين هون، يعني لسه ما تعرفتونا على جاره؟ انت تعرفي جيراننا بعض. روحي يعني ما فيك تستنى لبكره الصبح؟ طب لا تجننيني مشان الله، ها ما بقدر نعمل قهوه. خلاص خلاص فهمنا. حس الصريخ. مساء الخير جارتنا. جارتنا؟ أنا جارتكم اللي ساكنة فوق. بس أنتي مو أم عماد؟ لا، أم عماد بتكون مرت ابن عم جوزي. أنا وجوزي سكننا محل أم عماد وجوزها من يومين بس. طيب بشو بقدر أخدمك؟ إذا بيلتقى عندك تلقيمة بن. خلص البن من عندي، وبتعرفي المحلات هلأ مسكرة وجوزي ما بينام بدون ما يشرب قهوة. إيه تكرم عينك، غير البن لازمك شي؟ سلامتك، بكرة الصبح رح انزل اشتري كل شي. تكرم عينيك. تفضل يا حبيبتي. ان شاء الله بيسلموا هالايدين، بكرة برجع لك الفنجان فنجانين. لا ولا ولا تعذبي حالك، ما في شي محبس. ان شاء الله ما تواخذينا. وانتي شو اللي فيقك هلا؟ ليش انتو بتخلوا حدا يعرف ينام؟ فوتي ارجعي على تختك بترجعي تنامي. اطارت الناس ما عاد قدر نام. لا بدك تنامي لانه عندك بكره فيقة على المدرسة. يلا فوتي. ها وهني جبت لك بن محروق. طمني قديش طلعوا؟ اوف بلاوي بلاوي. يا الله يا الله شو بحب البلاوي انا. لك انا راسي رح ينفجر، روحي اعملي لي قهوه من البلاوي. طيب فجر راسي من البلاوي. روحي طول بالك طول بالك. خلص
بلاوي؟ البلاوي هي هالعيشة اللي عايشينها، هم وغم ونكد، ولسه بيقلي رح أطق وجسمي عم يرجف. هذا جوزي ما خرج اعتمد عليه، قال هربت من بيت أهلي لشوف الدنيا وحلاوتها، هربت من الشقة والتعتير، قمت وقعت وقعة ما لا نهاية. لك شو هالحظ؟ يعني بدي أقضي عمري كله هيك؟ إمتى بدي استقر ببيت وما أحتاج لحدا؟ إمتى بدي لحق استمتع بحياتي؟ تفضل تراوي سيدي. تفضل. احترامي سيدي. اهلين عمو، تفضل ارتاح. انا ارتاح وانا عمو وانا ارتاح، والله ما عاد يريحني الا نموت. اهدى عمو اهدى وروق واحكي لي على مهلك. طارت الورثه، ورثه ابي يلي مات عمره 104 سنين، طارت بح. والمشكله الورثة مو إلي لحالي، إلي ولأخواتي، إخواتي السبعة والله بيبشوني هبش. طيب عمو كيف انسرقوا المصاري؟ امبارح بالليل الساعة 8 استلمتهم بكيس، واتصلت بإخواتي يجي اليوم الظهر ياخذ كل واحد حصته بس ارجع من المعمل. حطيتهم بالغزانة، الغزانة اللي بأوضة النوم، الأوضة اللي بنام فيها أنا والمرأة. فقت الصبح بدي أروح على شغلي، فتحت الغزانة، كيس المصاري راح، طار، بح. طيب عمو قالوا لي العناصر انه لا في باب مخلوع لا شباك مكسور. ولك هذا اللي مجنني، شلون فاتوا على البيت؟ شو دخاني بيمروا من تحت الابواب؟ ولي شو بدي اقول لاخواتي؟ رح يصدقوني، رح يقولوا اني سرقتهم من غير شي، بيقولوا عني زمتي واسعه. طيب عمو في حدا بيعرف انك بدك تقبض المصاري؟ ما حدا ابنه؟ اخواتي السبعه وبس. طيب عمو غير اخواتك السبعه مين بيعرف؟ ما دينك مفيد والله رح جن. لك رح جن؟ جن لأخذك على المرستان هلا ما تتغرز وتتبارد علي. ما أنا شايفني عم فكر؟ عم تفكر؟ إلى هلا ما طلع معك شيء. بيطلع لك هلا بجوز من الله؟ معقول؟ أنا اللي دبر السرقة وهو اللي ياخذ مصاري؟ لك هلا لو ما سرقنا ما كان رح يطلع لي حصة؟ صحيح الحصة رح تتقسم على 8 بس كنا على قل لحسنا أصبعتنا. يمكن الله جازاك لأنك سرقت إخواتك. لك أنا اللي منتوف، إخواتي معهم مصاري ليقولوا حاجة. ما في حدا معه مصاري حاجة، كله بحاجة. لك هلأ هن مثلي؟ أنت من إيدك لأنك قاعد عطال بطال. بسم الله ما شاء الله. ليش حضرتك شو بتشتغل؟ المهم أنه هلأ رح تعلق بين إخواتك وأخوك الكبير. أخي الكبير أبو دياب بجوز يروح فيها لأنه المصاري بعهده، وهو أصر إنه يستلم الورثة اللي وزعها علينا من شان ما نختلف. هلا خلينا بحالنا ماجد، فخاري كسر بعضه، المهم المصاري صارت إلنا. منين؟ مقياس أفندي؟ رح نلاقيه وحياتك رح نلاقيه. لك إمتى؟ وكيف؟ مالنا غير رفقاته اللي كان يلفي عليهم، إلا ما حدا منهم يعرف وين أراضيه. هاد إذا لساته بالبلد. يخرب بيتك شو بوم؟ قوم معي لقلك قوم، صار ضر لازم تحرك. أهلين حبيبتي، أهلين.
شو على مين عم تدوري؟ عم دور على ريم، صار لساعة طالعة من المدرسة ولهلا ما رجعت على البيت. الله يصلحك، ما تكون عم تلعب مع رفاقة. ريم ما بتلعب مع حدا، أكيد حدا خطفها. أكيد مين هدول؟ ما بعرف، ولي على أنت على مصيبة. إيه؟ يعني في حدا تعرض لها بهالمرة؟ طالما ولادين الحلام موجودة أكيد في. أكيد يعني هي قالت لك إنه حدا تعرض لها؟ ما بعرف ما بعرف. دخيلك يا أم جمال شو أعمل؟ دليني. والله إذا كنتي خايفة يا ابتهال خانم ما إلك غير إنك تخبري المخفى. إيه؟ أحسن حل. ليكي مانو بعيد، تمشي لآخر آخر هذا الشارع. شو بقى خالتك؟ أبصر، خلينا نفوت قبل ما تشوفنا. بتلاقي هونيك المخفى؟ تقبريني ما تأخذيني، أنا كنت رح بعك بس كتير روح لأولادك. يلا خاطر، مع السلامة. يا لطيف شو بتخاف عليه؟ يا عمي جمال هلا انت ليش هيك اخذ الامور حنبليه؟ ببساطه بتتحلحل امورك وامورنا. اخي انا اموري ما بدي اياها تتحلحل، ما بدي اياها تتحلحل، خلاص انا عايش بدي تفهميني. فهم علي بقى، اتركني اخي، اخي اتركني اتركني. لا يا ابو جمال لك انت شحات اكثر مني. اخي انا فقير، ايه فقير بس ماني شحات. ايه شويه الاخر الفقير بصير شحات. اخي شحات شحات احسن من تخليني احكيها، احسن من حرامي. يعني حرامي؟ الله يسامحك يا ابو جمال، الله يسامحك. هذا اللي طلع معه؟ لك انا اللي بدك يساوي. شو اسمه هذا؟ لك شو تسميه انت؟ لك هذا مو سرقه، مو سرقه يا ابو جمال. ليش نحن مين عم نسرق؟ لا الشعب ولا الحكومه. اخ كل شيء بدنا اياه انه هذا المشروع بده يرسع على واحد من خمس، وهل نحن بدنا هالواحد يكون اكرم ياسين؟ اكرم ياسين؟ اي نعم اكرم ياسين. نعم ليش؟ يا اخي لانه اكثر واحد انه بيستاهل انه ناخذ من كريم وابضاي. ايوه ايه. هلا انت شو فارق معك اذا لعبنا شوي بالعروض؟ طالما المشروع راح ينبنى وراح ينبنى. اخي رح اقول لك شو بتفرق معي مش هتحطها بعقلك. في فرق بين انه واحد ياخذ المتر ب 1200 ليره وفي عروض مقدمه ب 1600 واكثر كمان. هلا هذا الفرق مو سرقه للحكومه؟ هلا وقفت ميزانيه الحكومه على 400 ليره بالمتر يا ابو جمال. لك يا ابو جمال انت بتعرف قديش بيطلع لنا؟ قديش بيطلع لك انت بالذات؟ لك بيطلع لك اكثر مني بثلاث مرات على القليل. اخي انا ما بدي، انا مال حرام. ها هات لبوس ايدك. ما باكل ما باكل اخي مال حرام. مشان الله مشان الله عفيني، يستر عرضك عفيني. الله اكبر. هلا هيك طلع معك اخي؟ انا طلع معي. شوف لك اخي، اخي اتركني بحالي، يستر عرضك، خليني اشوف شغلي وراي 100 قصه وقصه. وينك؟ هذا الكلام ما بدي اسمعه منك مره ثانيه، ما بدي اسمعه منك مره ثانيه. خلص روح 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 روح. ابو جمال لا هذا اخر شيء بدك تقوله؟ وشو انت جاي تهددني يعني؟ لا يا عمي ابو جمال الله يسامحك. لا انا عم هددك الله يسامحك، بس انا كل اللي بدي اياه انك ما تعط اصابعك ندم. مبلغ مثل هيك بيرفعك لفوق لفوق كثير. اخي اكثر من هيك انا ما بدي ارتفع، ما عاد استحكي افوت من الباب اصلا. الله يخليك. وينك؟ مره ثانيه بتجيب هالسيره؟ شايف التليفون؟ برفع السماعه وبحكي، وبتعرف ما راح احكي للمدير العام، بحكي للشرطه. الله يسامحك على كل إن أنا تصرفت بأصلي بضميري. ماشي يعطيك العافية عمي أبو جمال. الله يعافيك الله يعافيك. يخرب بيتك من حالك العمى، يا هيك الأصل الضمير يا ما بلد. أكرم ياسين شعب طالما بيبس راسه تركوه. هلأ شلون بدنا نتركوه؟ ما بقيان غير ثلاث ايام لفض العروض. مثل ما عم اقول لك. على اساس ابو جمال صاحبك بتمون عليه؟ والله يا شاكر طلعت صاحبتي معه فافوش بفافوش وما له علاقه بالشغل. طيب وهلا شو بدي اقول لاكرم بيه؟ قل له ما مشي الحال. بس هو وما طلع بايده لقنعه، شو نعمل يعني؟ نحط السكين على رقبته ونقول له العب بالعروض؟ طيب اسمعوني هلا اكرم بيك ما بيعرفوا لابو جمال. ايه ومعلومكم يعني اكرم بيك له اساليبه، خليه يحاول مع ابو جمال بلكي بيحسن يقنعوه. طيب ونحن شو بنكون استفدنا؟ ليكونوا بعلومكم اذا ما املنا له هالمناقصه اكرم بيك رح يلفي على غيرنا، والحاله هي كل الخير يلي عم يجي عن طريقه رح يطير. فهموا علي، كل واحد بهالدنيا في له مفتاح، خلينا نروق ونهدى
وندور على مفتاح ابو جمال. يا حبيبي وبلكي ما لقينا له مفتاح. ساعتها منلاقي طريقه نخرب بيته فيها. ما في غير طريقه واحده، انه نطيره من لجنه المبايعات وواحد مننا بيستلم محله. كيف؟ كيف؟ حق معك كيف؟ هي بدها صفني. صنوا معي شباب لإلكم. قديش طولي؟ 60,000 دولار؟ مبلغ كتير كبير هاد. ليه؟ منشان ما اكون يعني كذاب معك، انا زلمه صادق مع زبايني، بجوز ما اقدر املك اياه. لا يا عمي ابو جابر، انت ما قلت لي قد ما بدك دولارات بامن لك؟ انا منين بعرفك لحتى اقول لك هالحكي؟ ومنين بعرفك لحتى امن فيه؟ عمي ابو جابر، انا ما ارجيتك هويتي، ما عرفتك على حالي، من كم يوم ما تغدينا عندي بالبيت، ما عرفتك على امي وابي. شو تغدينا وقتها؟ تغدينا ملوخية. ملوخية وقع لي الطيبة. شو قال اسمه أبو؟ أبو أحمد. إيه أبو أحمد. إيه هدول هذا. إيه لست هذا اللي بيتكم براس الحرم هرهر. أخي ما بقدر أقبل لك ياهم، لأنه هذا المبلغ إذا مسك معي بينخرب بيتي. أنتم بيتكم مهرهر، ما تفرق معكو. عمي أبو جابر، يعني كيف بده ينمسك معك؟ فهمني كيف بده ينمسك معك وأنت ملك السوق السوداء؟ أنا لا ملك ولا وزير بالسوق السوداء. أنا شحاطة ما مسحها بالسوق السوداء هذا. لا تورطني. عمو بجابر، هذا المبلغ كتير محتاجه ولازم تأمنه بأي طريقة. تحاول بس ما بوعدها. ما في تحاول، لازم تدبر لي إياه وإلا تروح علينا سفتة كبيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. من قل له تيش بيقول احلبه، من نجي من هون بيجينا من الدلخوش التالي. لخ انت شو قصة؟ عمو بجابر هدي حالك شوي، يعني بزود بنقص دبر لي إياه. ماشي الحال، بعمل جهدي أمن لك يا هون. بس انت هلا يعني أعطيني رقم موبايل. ايه وسجل رقم موبايلي. إيه بما اني انا ما معي موبايل فانا يعني ما بعرف، بعطيك رقمي الارضي. ايه ماشي الحال. ايه سجله عندك. ايه قد ايه؟ والله نسيت ما بعرف. خلص اخي سجل لي انت رقم موبايلك. اوكي وانا بس امنهم بتصل فيه. يلا سجلوا مرتين فوق بعض عشان بركي ضاع الفوقاني بلاقيت تحتاني. على عيني. قولي اهلي ما حلوه بحقي. سلامت كله ولابت من؟ لاني بحبك موت عليك. طريق. مقبوله منك بسيطه. امشي بطريقك امشي. لك وحياتك اذا ما مشيتي معي ما رح تمشي مع شب غيري، انت ما بتعرفيني. بس بعرف ابي. بتعرف اذا دري شو ممكن يساوي فيه؟ شو بده يعمل يعني ببهدلني؟ ما بيقدر. لانك بتعرفي انا ابن مين؟ فظيع. انت الي، نقلتي ايه ونقلتي لا. أمل إبليس بالجنة. إبليس؟ أوكي وحياتك رح تشوفي إبليس على حقيقته. يا ربي شو هالمصيبة هاي؟ منين اجتني؟ يا ربي دخيلك يا ربي.
يا ربي دخيل. تعاكلي خالة. شو؟ عم تاكلي كمان؟ عم تاكلي ولا على بالك؟ استنيتك تأخرتي. وين كنتي لهلا؟ وين كنتي؟ فهميني وين كنتي؟ وانتي ليش هيك معصبة؟ المهم اني اجيت. لا ما المهم انك جيتي يا خانم. صار لك ساعتين طالعة من المدرسة. وين رحتي بهالساعتين هدول؟ شو انا كبيرة لتخافي علي؟ لانك صغيرة انا لازم خاف عليكي. وين كنتي لهلا؟ كنت عند رفقتي لين. هي لين اللي ساكنة جنبنا؟ هي بذاتها. وليش ما قلتي لي انك مضروب على قلبك رايحة لعندها؟ دقيت على الباب، انتي ما رديت علي، قمت رحت لعندها. ولا بدك ياني واقف بالشارع؟ انتي دقيتي الباب انتي؟ لك انا ما طلعت من البيت الا بعد ما تاخرتي من المدرسة ساعتين. هلا وقت كنتي واقفة مع ام جمال بالحارة، كنت عم تسألي عني؟ وشفتيني؟ اكيد واقفة على البرندة انا وجهاد ولين. ولك شفتيني وخلتيني روح دور عليكي بالمغفر؟ ايش بعرفني انك كنتي عم تدوري علي؟ ولك ريم انت هتجننيني انت؟ خلص خلص هاني ما بقى عيده، تعي كلي معي. لا ما بدي اكل معك. شوفي ريم، انا امك وابوكي تركوكي امانه برقبتي، واذا بتعيديها مره ثانيه رح بتصل فيهم خليهم يجوا ياخذوكي. يا ريت. هلا صحيح رحتي على المغفر وقلتي لهم اني ضاعت؟ وعم تكذبيني كمان؟ لا خالي لا، بس هلا انتي لازم تروحي على المغفر وتقولي لهم اني ما ضعت. اي مزبوط عم تحكي مزبوط، بس ولي على هالمشوار. شوفي ريم، هلا انا رايحه، واذا بتفتحي الباب وبتطلعي ما تلومي الا حالك. عم تسمعي؟ طمني خالي، عندي وظايف بدي اكتبها. مرحبا عمو. صلاحو. مين يا علاء؟ اهلين بالشباب. اهلين. اهلا وسهلا ومرحبا. شو غياس مو معكم؟ جايين نسالك عنه ما شفتوا؟ اهلا وسهلا ومرحبا. تفضلوا شوفوا. تفضلوا خذوا علي يا يلا. لك نظام شو المحل اللي جبتنا عليه؟ انت ما بتعرفني انا ما بشرب؟ مشكلتك انت ما بتشرب بس انا بشرب. بعدين انت اللي معاوزني، بقى انا بحدد المكان المناسب اللي لازم نلتقي فيه. ايه سيدي، شو المعضله اللي بدك كان يحل لك اياها؟ معضله؟ لك سيدي مشكله، شو مشكلتك؟ بدي استيداع. وزير الصحه ما عم بيوافق. استيداع سنه؟ لا 3 سنين. اوف 3 سنين كثير. شو بدك تسافر؟ ايه بدي اسافر. ملاقي شغل برا معي؟ ايه. وشغلك المستوصف الدولي شبه مع الاساس انك رئيس مستوصف ومتعاقد معهم 10 سنين. مزبوط، بس من 10 سنين لحد هلا ما قدرت اوفر ولا فرنك، ابتليت بهالعقد. بعدين انا حابب بدي اتجوز، هذا الزواج بده هز كتاف. ابوها للبنت طماع. واما ما لا ام طلع عم طلع. ايوه. والشغل برا دبرته ولا بدك تدبره؟ لا دبرته، كل شيء جاهز، بس ابعث لهم جواز سفر ببعثوا لي الفيزا فورا. طيب احكي لي هلا بالتفصيل، شو الشغل وقديش الراتب؟ دكتور باحد مشافي دبي. ايوه. وقديش الراتب؟ الراتب يعني 4500 درهم. اف دكتور ومتخصص وبدبي 4500 درهم بس؟ لك هدول ما بيكفوك سكن ومواصلات؟ السكن والمواصلات على حسابه، يعني بكف. شو بك نظام؟ رح تحقق معي؟ إذا مو قدران طالع لي هذا الاستيداع خليني أشوف حدا تاني. اهدى اهدى، هاي شغلتك صعبة ولحل لك إياها بدي أفهم. شو بدك تفهم؟ قديش يعني بدي أخذ راتب؟ طبعا، لأنه على هو الراتب اللي بدك تاخده هني بيتحدد المبلغ اللي بدك تدفعه هون. ايه. ليوصلك هذا الاستيداع وتسافر وانت مرتاح الضمير بدك تفت عملي ولا كذا موظف من البواب وانت طالع. العمى. لك شو حبيبي، وين عايش انت؟ لك كلهم بلها مطيب وبدهم ياكلوا يا ريت يشبعوا. معناته شغلتي مو عندك. بس كرمالك رح اعصر لك اياهم قد ما بقدر. يعني قديش بدهم ياخذوا؟ قديش بدهم ياخذوا مني؟ من شانك، يعني من شانك انت 100,000 بس. 100,000؟ لك شبنا، هدول اقل من راتبين بدبي.
كتير كتير علي كتير. أخي أقل من هيك ما بيمشي الحال. تدفع 50 مقدما ولما بتستلم الاستدعاء بتدفع 50 الثاني. لا اتصطفل. لك يا ريم مانك سامع صوت الجرس؟ ما تقومي تفتحي الباب. ايه عم حل المسألة بخاف انسى. لا دخيلك كل شيء الا تنسي. مرحبا ابتهال. اهلين روحي. اهلا وسهلا تفضلي. كيفك يا قطار؟ اهلين من روح. على مهلك حبيبتي على مهلك. هلا بتنسي حل المسألة. شوفي بهذا الكيس. حذري اللقطة اللي بعتيني فيها. هي بعينك. بدك تسلمي لي اياها. بتنوي ولا بتغني؟ والله ما بعرف شو في. بتنوي. يلا خدي غرابك خدي رجلي. تفضلي حبيبتي تفضلي. بس والله يا روعة هيك زودتيها كتير. لا ريم من ريحة امها ما بقدر ارفض لها طلب. بس ريم ما بتنعطى وايش. هي طفلة يا ست ابتهال يعني لا امها ولا ابوها حواليها بدها مين يجبر بخاطرها. الله يسامحك يا روعة. ليش انا ما بكفي؟ لا بتكفي وبتوفي. بس انت بتعرفي انه ام رفيقتي من الروح للروح وموصيتني فيها. دخلك عم تتصل فيكي؟ ايه بتتصل مرتين بالاسبوع بتطمن علي وعلى بنتها. كل مرة بصمم اني إلا على فصول ريم معي بسكت بخاف ينشغل بالها. بدك تطولي بالك عليها هي لساتها طفلة. طفلة؟ ريم طفلة؟ ايه والله والله بيخلالها بلد. دخيلك المهم انها بالمدرسة شاطرة. بدك الصراحة هذا اللي مصبرني عليها. لكن انا بدك تسمحي لي. لا حبيبتي قبل ما تشربي قهوة ما حذرتي. لا دخيلك بدون ما ينشغل بال بابا علي. والله هلا صار عمري كل هالعمر وعم تدرسي بالجامعة ولسه بيحاسبك إذا تأخرتي شوي. إذا تأخرت نص شوي. استني استني لك يا ستي خلي أبوك يضرب راسه بالحيط. بدك تشربي قهوة يعني بدك تشربي قهوة. عادي خلصنا بقى عادي. رح نتعشى ولا نتغدى؟ تأخر وايد بس يجيب ياكل لحاله. بابا اللي على بيت واحد بكل حارتنا ما عنده سيارة. ولك إذا أبو تحسين الحارس اشترى سيارة فيك تقولي قديش راتبه لأبو تحسين؟ مو المهم قديش راتبه لأبو تحسين، المهم قديش بيهف أبو تحسين وأمثاله من الحكومة والدولة. اسكبي لي رز. حارس قد ما بده يهف ما رح يهف سيارة. معقولة كل العالم عندهم سيارات إلا نحنا؟ شجعان والله. اجا دوري احمد يا خانو. لسه ما خلصت كلامي. اي والله الحياة ما عادت تنطق بدون سيارة يا بابا. مو هيك جهان؟ ايه هيك. لا ورحت انا كمان عذبت حالي وتدربت ودفعنا مصاري وطلعت شهادة سواقة على امل شو؟ على امل انه نشتري سيارة. وانتي؟ انا؟ شو بدي؟ الله يرزقك وتشتري له. هلا بابا ما بيبيعوا السيارات والتقسيط؟ اشتري لك وحدة. لك بابا حتى اشتري سيارة لازمني دفعة كبيرة. يعني شي 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 500,000. وانا ما معي 500,000. منين بدي اجيبها؟ هي بسموها الدفعة الأولى. كل شي معنا احنا بالبيت شي 350,000. هي هي فهموها بقى. ضروري تشتريها من الوكالة؟ سيارة عتيقة بيمشي حالها. جمال؟ لا شو عتيقة؟ عتيقة؟ لا عتيقة بنضل نصرف عليها مصاري لحتى تهرهر وما تعود تمشي. يا جماعة نحن شدينا الأحزمة 8 سنوات منصبر هالسنة كمان. هسه منستنى سنة كمان؟ شو بعمل يعني؟ هاي قدرتي بابا. أجا وائل تعال جيب وقتك. يلا هات كرسي. يلا يلا تعال. السلام عليكم. وعليكم. يلا تعال. شكرا شكرا. شو بابا وائل؟ شو بعمل بابا؟ Thank you.
شو بابا؟ ثلاث ارباع الساعة من الجامعة لهون؟ لا هالمرة عزمتني ابتي على فنجان قهوة، ما قدرت إلا لا. هلا أنت شو قصتي؟ بدي أفهمها. ليش عم تترددي لعند هالمرة كثير؟ رفيقتي بابا. هلا ما قلتي لي إنه عمرها فوق الأربعين؟ منين لوين رفيقتي؟ يا بابا يعني لازم يكون عمري من عمرها لأشرب عندها فنجان قهوة. بعدين أنا ما بروح بس مشانها. لكن مشان مين؟ مشان بنت أختها ريم. ومين هاي ريم؟ شبنا بابا، لا بتعرف ريم ولا بتعرف ابتهال، ما كلياتنا ساكنين ببناية وحدة. أنا من يوم يومي ما بحب الخلطة مع الجيران، وأنت بتعرفي هالشي. يا بابا ريم بتكون بنتها لسمر رفيقتي، مرته لعبد الهادي. لا تقلي ما بتعرفوا لعبد الهادي، هذا الوحيد اللي كان يزورك بالبناية قبل ما يسافر. ريم بتكون بنتها لسمر، مرته لعبد الهادي، اختها لابتهال. لك خلص فهمنا نهايته. في جماعة جايين يسهروا عنا الليلة. جماعة؟ ايه جماعة جايين يخطبوكي. مين هنن؟ حكوا معي بالتليفون، قال ابنه شافك بالجامعة وعجبتيه وهن جايين يشوفوكي. يعني ابنهم بيدرس بالجامعة معي؟ ما سألتهم، بس طالما شافك بالجامعة معناها عم يدرس معك، وإذا كان عم يدرس معك إلا ما تعرفيه. منين بدي أعرفه بابا؟ الجامعة فيها آلاف الطلاب. هلا هو ما حكى معك وقال لك إنه بده يبعت أهله لعنا؟ لا. لكن منين عرف رقم تليفوننا؟ يا بابا انت بتعرف انه انا ما بخبي عنك شيء، وكل شيء لازم تعرفه عم تعرفه. واللي ما لازم اعرفه اكيد ما رح تخليني اعرفه. بابا خلص خلص روقي، روحي غيري ثيابك لبين محط الغداء. يلا حاضر. اوف لك ليش انتو بين قدر عليكم؟ والله لا قتلوا بسناني والله. لك هلأ ما قولي ما حدا من رفقاته يعرف عنه شيء. لك تذكر تذكر في حدا من رفقاته ما شفناه؟ هدول هني. لأنت بتضل متخبي يعني لأمتى؟ ولي شو بك؟ لك نسيت أخي أبو دياب. إيش أخوك أبو دياب إله لازمة بقى؟ المفروض يكون عنده مشان استلم حصتي، لازم يكون موجود عنده، لازم شوف شو صار بحالته وحالة إخواتي. أكيد أحسن من حالتك وحالتي. بخاطرك شوفك بكرة الظهر. ما رضيت تتغدى كمان قهوة ما راح تشرب؟ يلا هلا القهوة منيحة. اشرب اشرب. من امتى القهوة صارت تحل مشاكل؟ شو صاير لك بقى؟ يعني ما وافقوا لك على الاستيداء؟ قانونيا ممنوع، ما صار لي غير 5 سنين بالوظيفة. انا بقى لك سنتين زمان، يعني اصبر عليهم بيخلصوا. ابو جمال اخي انت حبيبي، بتعرف انه هيك فرصة لا يمكن تتكرر؟ بتعرف قديش راح يحسبوا لي راتب بالشهر غير بدل السكن والمواصلات؟ قدي؟ 6500 درهم بالشهر، يعني حوالي 1,000,000 ليرة سوري بالسنة. يا سيدي خليني أصرف 100,000 200,000، قديش بكون وفرت؟ 700,000 800,000 غير العمليات يلي ممكن ساويها. ليش هلا هن بيخلوك تشتغل مشافي تانية؟ يعني أنت موظف عنده. إذا انشهرت وانطلبت ما بيمانعوا. بعدين أنا شو بدي؟ لا بدي أعمر عمارات بنص البلد ولا بدي أعمل أي شيء تاني. كل شيء بدي إياه بدي أعمل لنفسي عيادة وبدي أتزوج وأفتح بيت. الله كريم لك اخي، الله كريم، الله بيفرجها، صدقني الله بيفرجها. اخي ابو جمال هلا معقوله موظف كبير مثلك بانشط وزاره بالبلد
ما عندك شي واسطة توصل للوزير وتقنعه؟ وين الله يخليك لا تحكيني على الواسطة، أنا ضد علي الشيء هذا، يعني بحياتي ما نحط بسجلي نقطة سوداء قانوني، كل عمري ماشي هيك دغري. لا تخليني غلط الله يخليك، ولا كنت أخي ما بعمل استثناء لحدا، وبالقانون أنا ومرتي وولادي وإخواتي وأبي وأمي أبدا. خلاص أخي روي روي أنت روي، وحياتك غير تنحل أمورك على أهون سبب. والله أهون سبب إني لاقي 100,000 ليرة ادفع لها المحتال نظام. مرحبا حبيبي، شوف شوف شو جبت لك. تفرج هاي بدلة حلو، وهاي كمان بدلة تانية، شوف تفرج حلو. هدول قميصين مع كل طقم وكرافتين وحلوين وصباطين كمان. وانا جبت لحالي بس هذا الطقم حلوين. لك انت هذا الطقم بدك تلبسيه وتطلعي فيه برات البيت، بس انا الاواعي جبتي لي اياهم، شو بدي اعمل فيهم؟ شلون شو بدك تعمل فيهم؟ بدك تلبسهم طبعا هون بالصالون ولا بقط النوم؟ ما فهمت عليك. لك نوال لا تجننيني، انا بقدر اطلع من البيت حتى البس قومه. ايه لاحق تطلع، كلها شهرين زمان. انت مو حاسه فيه، مو حاسه فيه. بالعكس انا يلي حاسه فيك. قلك لا تطلع، البسهم وتفتل قدامي بهالبيت. ها قديش صار لي مو شايفتك ببدله جديده غياس، تعرفني قديش بحبك. لك أخ لك والله ما راح يجيب آخرتي إلا حبك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أستاذ يا ميت أهلا وسهلا أهلا فيك. أهلين وسهلين أهلا وسهلا شرفتونا. شرفنا عمو. عم الدبب إن شاء الله، مو بكير على كلمة عمو؟ إن شاء الله بتصير عمو وإن شاء الله بتصيري ستو. قلت لي عندك محل ألبسي رجالية؟ معرض يا سيد رؤوف، معرض كبير طابقين وبيتي بيسرح فيه الخيال. شو معك شهادة؟ واصل البكالوريا. أخذتها ولا لا؟ لا. ليش مين عاد هلأ سأل على البكالوريا؟ قلتك الشهادة ما عاد طعمة خبز هالأيام. بس أنا بنتي سنة رابعة أدب إنجليزي، يعني السنة بتتخرج، معقول ترضى بواحد رسب بالبكالوريا وما أخدها؟ يعني بتكون ما تأخذوني. وليش لحتى ما تقبل إذا ابني مو بحاجة للشهادة؟ ما في حدا مو بحاجة للشهادة يا خانو، العلم نور، أطلب العلم ولو في الصين. العلم سيد رؤوف مو الشهادة، ابني مثقف وبيعجبك. يعني والثقافة راح تحميه من غدر الزمان؟ اطمن، طول ما أنا فوق راسه بإذن الله الزمان ما حيقدر فيه. عمي الأعمار بيد الله، مين ضامن طولة العمر؟ بلكي لا سمح الله. لا تكمل. يعني دخلك أنا ضمنان اطلع من هالصالون على رجلي؟ طيب اسأل البنت على الأقل. بدون ما أسألها بنتي وبعرف كيف بتفكر. شو يعني؟ يعني ما في نصيب، بدكم ما تأخذونا. قوم ابني قوم. لا لازم تشربوا القهوة بالأول. قهوتك مشروبة. بالإذن عمو. مصرة اللي عمو. شرفوا أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفتوا. شو صار؟ ما سمعتي شو صار؟ لا كنت بالمطبخ. ما سمعتي شي بنو؟ بابا صرفته.
بدون ما يشوفوني، بدون ما اشوفهم، لك بدون ما تاخذ رايي. لك يا بابا انا ادرى بمصلحتي. واحد عنده دكانة صغيرة ببيع فيها بالي، لك ما معه الابتدائية واحول كمان، معقول زوجك اياه؟ لا، قالوا ابوه مستأشر له بيت مهرهر الجرادين ما بتسكن فيه. هلا هو هيك الا يعني مبينة، اذا كان ابوه على كتف النهر معقول ما تلفي عليه جرادين؟ لا، اذا الجرادين ما بتسكنه انا كمان ما ممكن اسكنه. برافو برافو، ها لك يسلموني اللي بيفهم يسلموني. الله، حلى ريحة القهوة، هاتي هالقهوة وروحي اهتمي بدروسك. يلا. حاضر بابا. شبك وهيك؟ صار لك وقت صافن هيك عم تعرك لحالك. انت في بتمك حكي مستحيت اللي اياه. قل لي شبك؟ لك انت بالنسبة لي مو اخ، انت مثل ابني. المشكلة اني انا ما بدي حملك فوق طاقتك. حملني فوق طاقتي معلش، لا تخشي، احكي احكي. في لي صديق، صديق يعني قريب مني كثير، بيعرف ناس ممكن يدبر لي استدعاء. إعال معناتها خلص انحلت مشكلتها. مو هون المشكلة. قال بده 100,000 ليرة. أعوذ بالله. هذا مع المراعاة، قال 100,000 مو بس لإله، في ناس تانيين كمان بدهم ياخذوا مني. اوعك وائل، الله يرضى عليك، ها اوعك. كل شيء إلا الرشوة يا أخي. أنت بتعرف الراشي والمرتشي إلى النار. لا تورط حالك، الله يرضى عليك، أنت دكتور وبتفهم بالقانون. الاستدعاء رح يكون نظامي، أنا ما بتحمل أي مسؤولية. ولو يا أخي. كمان استنى سنتين وتروح علي الفرصة، كأني عم بدفن حالي بالحياة. يا أخي لا تستعجل على رزقك، الله يرضى عليك، لا تستعجل على رزقك، الله كريم. ونعم بالله أخي، ونعم بالله. بس قلت لك أنا قديش رح يعطوني راتب، يعني أنا ممكن أوفر 2,400,000 ليرة. كم سنة بدي أقعد هون لحتى أوفر 2,400,000؟ بعدين لو كان أنا معي 100,000 ليرة كنت أعطيته إياهم، كل شيء معي 60,000 ليرة، كنت أيمن يعني حق تذكرة سفر وكلفة سفر وإقامة أول ما أوصل. طيب شو المطلوب مني أنا هلا؟ ولا شيء، ولا شيء أخي. وهل أنت تنحل مشكلتك ب 100,000 ليرة؟ بس مو منك. أنا بعرف وضعك، وبعرف إنه عيلتك عم تستنى تشتري لهم السيارة. لك حبيبي منين بدك تدبرون؟ يعني أخي إذا في حدا حواليك يديني 100,000 ليرة لشهرين بالفايدة بيكون منيح. أعوذ بالله. طيب أنا ممكن أدفع كفارة. الله لا يحيجك لهيك شيء يا أخي. ما في حدا لحدا بهالأيام إذا ما دبرتهم بهالطريقة. وإيه؟ أنا رح أعطيك إياهم. أنا مو بس حأعطيك 100,000، أنا حأعطيك 150,000 فوق. و60,000 تبعتك خليهم معك، تذاكر الطيران ولزوم السفر والشغلات ممكن تحتاجها كمان. 100,000 الاستيداء أخي، و50 تاني خليهم. أنت رايح لبلد غريب، ما بتعرف شو ممكن تحتاج هني، شو ممكن يصادفك. إذا احتجت تصرفهم اصرفهم، اصرفهم. وإذا ما احتجت تخبيهم ممكن تبعت لي إياهم وقت بتكون أنت مرتاح. خلص أخي بس هيك. خلص أنا هيك أخوك الكبير، اسمع الكلمة. ما بدك تنامي؟ صارت الساعة 9:30. ما بنام قبل ما يطلع المسلسل. وبس يطلع المسلسل ما بتنامي ليخلص؟ طبعا. وأنا الصبح بموت 100,000 موتة لحتى حضرتك تفيقي، ما هيك؟ ريت الشر عن قلبك. شوفي شر موجبة. خلص خالتي بوعدك، أول ما تقولي بح فيك. لك يا مين يا حبيبتي يا عمري، انتي فهميني يا خالتي يا حبيبتي. يعني ما بدي اعرف شو صار بالاحداث والدراما. لا لازم تعرفي، البيضة مين باضة والجاجة مين جابها. ها بلش بلش. وانا هي قاعدة، خلينا قاعدين. يعني ماذا كان اعطيه؟ لو معنا زيادة بقلك ما تعطيه. ناصر انت بتعرف البيرو غطا. شبو بيرو غطا عنايات شبو؟ الحمد لله رب العالمين، عايشين ومستورين وها الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا. بس السيارة اللي بدك تشتريها، يعني اللي وعدت ولادك فيها. انا لساتني عند وعدي، لساتني عند وعدي، اذا الله اكرمنا ان شاء الله خلال سنة بشتريها. شبك انت؟ هذا السنة لو بيو المصاري مثل ما هن 350,000. ايه؟ بس اذا بدك تعطي اخوك 150 بده يبقى 200، معناتها بدل السنة بدنا نستنى سنتين. عيني بعينك بشوف. ها انت عشان تلمحي
انه اخي وائل اذا اخذ مصاري ما حيرجع لي اياها يعني؟ اعوذ بالله ما حكيت هيك، لا تقول علي ناصر، اخوك حقاني ومعروف، بس عم اقول بركي الله ما وفقه بهالسفره، منين بده يرجع لنا اياهم؟ اعوذ بالله تف من تمك، شو هالحكي هذا؟ هذا بدل ما تدعي له الله يوفقه. ما لك بس حدا بيعرف شو الله مقدر عليه شو. هذا الكلام بينسمع على عيني وراسي، بسمعه هذا. طيب بس غير هيك ما بحب اسمعها عنايات، لا تزيدي بدني، اخي هاد، ما لي غيره بالدنيا.